المملكة لبى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دعوة المستشار تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لزيارة الأخير بمنزله للإطمئنان على صحة الشيخ بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية. وده كان ردا لزيارة رئيس هيئة الترفيه بالمملكة التي قام بها للكابتن محمود الخطيب بمنزله قبل أسابيع. طبعا اللقاء بيعكس أواصر المحبة والتقدير والاحترام المتبادل بين الطرفين، وجاء وسط ترحاب شديد من جانب المستشار تركي آل الشيخ الذي عبر عن امتنانه بزيارة الكابتن محمود الخطيب وعن حبه لمصر وللنادي الأهلي الذي يعشقه. وخلال اللقاء اطمأن رئيس الأهلي على صحة المستشار ودار حوار مطول عن الطبيب الأمريكي المعالج له وأجرى معه اتصالا هاتفيا أثناء الجلسة لاستشارته طبيا عن حالة الكابتن محمود الخطيب للتخلص من آلام الظهر التي تنتابه. وطلب الطبيب الأمريكي كل الفحوصات والأشعات التي أجراها رئيس الأهلي مؤخرا لتشخيص الحالة. تطرق الحوار أيضا بين الطرفين حول الموعد المقترح لمشاركة النادي الأهلي في مهرجان النجم الليبي طارق التايب بمواجهة الهلال السعودي. ونظرا لارتباطات النادي الأهلي الرسمية خلال هذه الفترة، أجرى المستشار تركي آل الشيخ اتصالا هاتفيا برئيس نادي الهلال السعودي وتم الاتفاق على تحديد موعد آخر في مارس المقبل لإقامة المهرجان. ومن جانبه أكد معالي المستشار تركي آل الشيخ امتنانه لزيارة الكابتن محمود الخطيب لمنزله، وقال أن لقائه مع رئيس النادي الأهلي كان وديا وأخويا ولم يتم التطرق إلى أي شأن رياضي، وأنه أحد محبي النادي الأهلي وعشاقه. أما القرارات فهي تخص الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي فقط. ده كان بيان صدر على الموقع الرسمي للنادي الأهلي في شرح تفاصيل ما حدث في زيارة للكابتن محمود الخطيب للمستشار تركي آل الشيخ في السعودية. زي ما حضراتكم عارفين رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.